غير وعدة، غير وعدة، ما يعرفوا، ما يعرفوا حد، مو مفهوم. هاي كان ما نعرف، ما جبت من اللي عنس بربيع للبيت ملي عدلته، يعني خالق نوع من شو اللغات، وده عندك ياسر من الكلام ما قد تعبر عنه بالكتبة، لا بد من تقوله. هاي كان ثقل لي هون شي، والله شي قاعد هون علي، لا بد من نقوله، لا بد الكلام، لا بد من نقوله، هذا نقول للخلق اللي في موريتانيا. بون، السلام عليكم وخيرت بكم كاملين ومرحبا. ندور نرفع صوتي، ابشر ندور نتكلم من فوق ان شاء الله تعالى. و ارانا معزين ذوي الشهيده الفقيده امينه، والله امينته قالوا موريتانيا، امينته هاي مواطنه موريتانيه ومن ذوك المواطنين اللي ما هم مهمين يرحمها، يعني ما هي من ذيك الطبقة المهمة، والله يك الطبقة اللي تتعالج في الخارج، والله يك الطبقة اللي أباته وزراء، والله أبوه سفير، يبوه ما هو سفير، وبوه ما هو وزير، وبوه ما هو من الناس اللي في مناصب بالفوق، ذلك لا يتعود كيف نفر، لا ترتحم، لا ترتحم في الظروف اللي ارتحمت فيها، في الظروف الغامضة اللي ارتحمت فيها. وهون ذا لا يقودنا لشيء من التساؤلات. موريتانيا عندها وزيرة كبيرة انقالها وزيرة الشؤون الاجتماعية، إنها من تهارون الشيخ سيدية، اسمها سطرة، اسمها وحده، إذا كان عنده من الإجازات قاع كافينا، اسمها كبير ما شاء الله طويل، إنها من تهارون. أنا مع الاحترام لاسم الأسرة وخيرت بهم على روسنا من فوق، وإذا كان يقيرني من آدمة منين تيكوما لا يتقبلي وزارة الشؤون الاجتماعية إنها من تهارون الشيخ سيدية، ولا يتعدلها لا للصور والفيافي، لا وزارة لا تعود معدلة للصور، أي إنسان تحدث عنه للفيسبوك ولا أجبر مشكلة تعيطي له أنت في مكتبك وتصوري ويمرك، ما يجبر سبه ولا تحلي مشكلته ولا تساعدي فيه، وعندك أنت وزيرة وعندك إعلامك وعندك خلق يدافع عنك، ودي مخلوقة مولانا في رقبتك، شفتي ما لا يقول لك إعلام الحواضر، ولا لا يقول لك صفحاتك اللي تعطيهم الفضة، ولا مدونين بنكيين اللي كلمة تعطي شيء، المهم لا يقول لك، قال شفتي مخلوقة الله اللي قال لها ميرته دمها في رقبتك. العودي عارف انت ما هو لا يصد عنك على جهه، انت وزيرة الشؤون الاجتماعيه وهي مخلوقه الله، فضلتها تمت من اسبوعين، تمت الفضه، وقالوا على انهم يدوروا لا الرفع، يدوروا دوله موريتانيا توفر لهم الرفع، دي مخلوقه الله، كانت الدور ترتفع شور الخارج كانها تتعالج، الرفع ما هو خالق، الرفع ما هو خالق، علاش؟ بلاي فقيره، بلاي من تبوسطاء، بلاي ما هي ما هي ما هي من ابناتهم هما، انتم اولادكم ما يتعالجوا معانا ولا يقراوا معانا، ولا كامل تخطينا. يا قايلين تعود عندنا مخلوقة الله ذي الظروف الصعبة، عند الفشل الكلوي، الله يرحمه إن شاء الله برحمته الواسعة ويصبر أهلها، فهمتوا بلي ولا نعتو ما تحسوا بي، إنها أنت ما قلت تشعري بي، والقزواني ما لا يشعر بي، وزير الصحة الزحافة واللي الزحافة اللي زحفوا إن شاء الله ما لا يشعر بي، الخلق ما يحس، ما يحس بمعاناة الناس، ما يحس بمخلوقة الله عندها اللي ارتحمت بطريقة بين أيديهم، بسبب أن دولتها ما هي مرقتها في شيء، ولا هي مرقها لها في شيء، ولا هي مرقة البسطاء موريتانيا ما هم مرقين في سبه، ولا يتموا كاملين تموتوا بطريقة رانكم لكم، أي منكم حد مرض لا يموت بطريقة، بلي النظام نظام حقير، وإذا ما هو نظام، ذو ما هو وزراء، وأنا مستغرب من موريتانيا من منصة، وإذا فيها من الرقاش ما يقدر يطلع يتكلم يقول على اللي قالت منت الشيخ سيدياي ما زاد سبه، هي منت الشيخ سيدياي اللي قدمت موريتانيا شنو؟ واللي الزحافه وزير الصحه. ذا اللي قدم لنا شنو؟ كم من رقاج يرتحم بهذه الطريقه انتم تزوقوا فيه بهذه الطريقه بتم وقاعد بين صوركم وكذبكم اللي يمشي به مولانا بين ايدينا نحن نقدروا نحسبوهم. شوفوا محمد السالك ولا حجور يا رحمه؟ محمد السالك ولا حجور؟ جواق في نذير انتم كلكم يجواق في حد. محمد سالك كل حزور جواه في نذير وتم يقول الصبح والنهار الثاني والصور معاه والصور عاد ويمشي فوكالات. يا الناس يقول عدت ظروفي صعبة، يا الناس عدت محتاج للعلاج، يا الناس داووني، يا الناس عدلوني، قال لك نذير ولا ينعدل ولي شرعات مش بيه مولانا الله يرحمه برحمته الواسعة. جميلة بنت الهادي الصحفية وصديقتي يعني اللي يرحمها برحمته الواسعة، كانت من شبه الصحافة القطي أنا تعرفت معاهم في حياتي، من أفضل أرواقيش القط عرف ثم اللي الطفلة تم يلاعب بها ويلاعب بها وعاد تقيس تركيا ولا يخلص عنها المستشفى ولا ينعدلوا لك ولا ينعدلوا لك ولا ينعدلوا لك ولا ينعدلوا لك الين مشى بها مولانا اللي الله يرحمه ان شاء الله برحمته الواسعه. ووالد
مريم با اللي تميتم اللي تتلاعبوا معاه بنفس القضيه صدي لها مرقي لها امشي هك ولا ينعدوا لا ينعدوا لا ينعدوا لا ينعدوا ولا ينعدوا اجراءات يعقب وقاس دكار مش على رفقته الخاصه ومش به مولانا له. والتالي يا امينته هاي نحن الصح عندنا شيء من التساؤلات لابد من تجاوبون فهمتوا لا اتيتم مني تقبلون النوع من الحريفات انكم ما تنسمعوا انتم عندكم اعلام كارينه والناس ما تتكلم عنكم ورايي هاي من الشخصي ديها لو كانت وزيره من الحراطين والله من المعلمين والله من الكوار والله من الاقليات تم تهاجم نوع من الهجوم الين تموت الين تنقلع والناس بر الطالب بيها يقربيني من الشخصي ديها وراها اعلام وراها كذا والاعلام وراها مسيطر عليه بطرق معينه عاتي هاي ما تنسمعها انا ما قد شفت حد من تقدها وهي هي الوزيره الوحيده اللي ما زالت تسبه كيف انها من تمكناس هي فشل من انها من تمكناس انها من هارون الشخصي ديالها هي فشل من انها من تمكناس وفشل منها ولي الزحار اثنين من الفشل اللي ما هم قدمين سبه لي يفضحهم ان شاء الله هاي مخلوقة الله اللي ارتحمت في رقابيكم ما ليت نقال لكم شفتي انها من هارون الشخصي ديالها ما انا كان الفيديو لا يوصل لك ولا لا يوصل لك يا غير خالقه طفله تيشيرت خلاقه ارتحمت في موريتانيا قال لها امينته انت هي سبب وفاتها انت هي اللي قتلتيها لعودي عالمه بيه لا يقبلك في راجات الخيام انت هي السبب فيها ورانك لما استريت جبريل ما قاد يسبه ما قاد يشي مولانا مستريت رايح قدامك فم نهار طويل ما طول وما ظلم لو هذا النهار يوم القيامه ما اطول بطريقه عاديه طوال به ذا النوع اللي تعدلوا انتوما به ذا النظام به ذا النوع من الارواقيز به ذا النظام الحقير اللي ما فيكم نقطه من المروه ولا فيكم نقطه من الشهامه ولا فيكم نقطه من الدم انتوما يجري فيكم الدم مخلوقة الله تيشير تخلاق هذا كيفتها يعذبها الفشل الكلوي وتعذبوها انتوما بالاهانه وتجمع على الفلا عاطين منها مليون ولا مليونين وتموت تماطلوها ولا تعدلوا لا اجراءات الرفع الين يمشي بهم ولا يمشي بهم ولا تعرف شنو يعدلوا لا يجي هاي من تهار الشخصيه ديال الصبح لا سمح فك احلى ولا ما راس ورانا معزينكم معزينهم سابق تعزيهم ساعديهم وانت هذا تقول القزوان يدور يمشي من الصبح واحد من الرئاسه ويقول ما رانا معزينكم ليش مقابل لي تعزيتك انت اللي مشيت شو مزيان راك انت بركوا ما تزيدش في الوقت اللي كنت تقد تساعد فيه الوقت اللي كنت انت تقد تساهم في حل المشكله علاش ما تساعد يفوت يمشي يا بيه مولانا تقوم جاي وتقول ما انا بعد رانا معزينكم ومشي لكم فلا هما لي التعزيه لا يمرقوا فاش واش الرواجز اللي ارتاح من تيشيرتهم بين ايديهم هو حرشي في الدنيا نحن ميتين فر وانا قلت تكلم حالا انت متكلم معاك ملين نموت ولا والاعمار بيد الله ولا خلاف على ذا وغير السبه خالقه وأسوأ شيء تموت منتك بسبب تقصير في وطنك وفي دولة مسلمة احنا بعد الإسلام يا أخوتي أعطونا نحن بعد الله أعطونا نعرفوا الإسلام نحن علاقتنا بالشني نحن نعودوا على الإسلام ما يقد يدير في قلوبنا إعلنا نعود ونحس بالآخر نحس بمعاناة الطرف الثاني نحس بأسرة عندها فندت كبدها خالق لها هذا يقلبنا للشعر بها ويقلبنا نساعدوها ويقلبنا نعدلوا لها إجراءات الرفع من دراها يدارك إذا كانت من تمرزوق شلا يخلق لها ولا كان بوها والمحمد وحنان ورسيدي شلا يخلق لها أراها الله يشفينا ويشفي أولاده لا نبقوا حد منهم يمرض لا ما نبقوا حد منكم يمرض ولا نبقي مثل مولانا يعاني المرض في حياته ولا يشوفه يقارب من باب الإنصاف لا بد من يعود فم شيء قال له حد يعود يحس بالاخر يطبل قيس على منتك والقزوان انت عندك منتك كيفته هل لا ترضى ان يعدل لها هذا انها من تهارون الشخصيه هاي ملاد ما كانت منتك ترضى ان يعدل لها ولا الزحاف هاي اللي كانت منتك لا ترضى يعدل لها هذا وانتم دعاء ما ترضاه لمناتكم ولا ترضاه لاولادكم شو معدلكم ترضوه لاولادنا احنا واولاد الناس الاخرى شو معدلكم تديروا في الشعب الموريتاني الحقد لكم شو معدلكم تعدلون العود وكارهينكم وحاقدين عليكم بطريقه بين سوء معاملتكم لنا بين اللي تعاملونا كحيوانات بين اللي اسر الشعب الموريتاني تعاملون كحشرات ما تعاملون كبشر ولين فوت يخلق ذا كامل لا توجنوا رؤوسكم وتجون مره اخرى وتقولوا نحن معزينكم من دراذي التعزيه نحن شلاي نستفادوا منها من دراذي الاسره بس مصيفه من لا يتعوضها لا التعزيه شلاي يطرى لهم شلاي يخلق ما لا يخلق سبه قاعدين انتم قتلتوا منتم اسوء شيء في الحياه انه دولتك تقتل ولدك دون سبب ما عندها سبه فقيره مخلوقه الله ما عندها سبه طالبت وحصلت لها الفضاء ما بين تعدوا لها الرافع علاش ما بين ترفعوها علاش انا يشوفكم وناتيه دائما واحد يقول صحافي والله واحد سياسي قديم يقول لك وباوامر من رئيس الجمهوريه تم تحويل شر خارجي من هذا بركوا ما يتدخل فيها رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه ضرب بار من اللي داوي اولادنا
حمتي يا بلازمان انت راك كبر من اللي من اللي داوي ولادنا. ها ما يصح، انتوما نحن انت خادم عند الشعب، انت خادم عند يا منادم، ذي منادم اللي طاح من تحت الشت قال عنده ما ينفع في قانون رموزكم بطاس الواحد فيه، انت خادم عندنا، انت شقال عند الشعب الموريتاني، وتخلص من اموال دافع الضرائب الشعب الموريتاني، معناتك مسؤول عنا امام الله، معناتك ما ذم اي منطق ولا ذم اي شيء يقول لك انك قد تلاعب بارواح الناس بطريقه، وعدوا وزرائك يتلاعبوا بها، نحن كاع ما حر عندنا يخلق خطا. وعادي وتخلق، يقول هذو اربع اخطاء في سنه. أربعة رواقيز ارتحموا بأخطاء بنفس الطريقة بنفس النظام ولا يقال فيها إنسان ولا يحاسب رقاش ولا يعيط رقاش وينقال واجه احنا لين نتكلم معه واجي ناها من تهارون بركوها ما تقلع إمناد ما قصرت يا جماعة الخير يا مسلمين موريتان يا الناس يا الناس منطقي من المنطقي لأن مخلوقة الله تنكتل بالطريقة بسبب الإهمال ولا يحقق مع وزيره يا من تكهار ومتشخص فيها ذرا كبر من منات الناس أمي انتي كبر من منات الناس انتي نفس الناس اهلك الزوجو خليك تنتي مخلوق الله وهلك كانوا يبقوك ولا يبقون بس انتم ذرا كبر من الناس انتم ذرا زايدين بيع للشعب الموريتاني شنو انتم ذرا بالكم علينا شنو انتم قل من ما فيكم حد قل من حد وانتم كاملين لا بد من تعودوا تحاسبوا ولا تعودوا يكلم معاكم والوزير الموريتاني لا بد من يتم يحاسب الوزير الموريتاني لا بد من يتم يحاسب يا محمد شيخ لازواني لا بد من يتم تحاسب الناس ما عاد قدام لا تهددنا احنا المدونين ولا نحبسكم ولا نعدلكم وقانون الرموز ولا تكلموا ولا كذا وانت وزراءك يقتلوا الناس ويتموا الناس ويقلعوا بي ما يكلم فيهم انها من تارون الشخصيه كانت خايفه انه يحقق معها ما تتلاعب بروحها هي واللي الزحاف اللي كان خايف انه لا ينقلع ما يتلاعب بروحها يقير يعرف ما فهم نظام ولا فهم رئيس ونحن ارواحنا ما مهمين يقير عودوا عارفين على ان الشعوب ما تحقد لا تحقدوا عليكم شعبكم لا تخلوا الشعب الموريتاني يعود حاقد عليكم لا تخلوا الشعب يعود كارهكم باللي الشعب اللي يعود كاره النظام نتيجته ما يفيلحه نتيجته ما يفيلحه ولا ينفع فيها الرموز ولا ينفع فيها الحزيب ولا ينفع فيها المنافقين ولا ينفع فيها الخلاق الدور وتندموا عليها لا تحقدوا الشعب الموريتاني عليكم ولا تستظلوا على انه شعب مسالم وطيب ويتم ساكت يقير خارجين يتم الناس تكتلوا اولادها بطريقه وتلاعبوا برواح اولادهم بطريقه الدور وتدفعوا الثمن واحد تلو الاخر الدور وتدفعوا الثمن باللي الناس ما يلاه يضحي بأولادها باللي ما فيكم حد مضحي بوله باللي انت محمد شيخ لازواني ما راك لا يتقبل منتك تموت بالطريقة ولا ولك يموت بالطريقة ولا والمرزوق ولا حنان والسيدي ولا وزيرك والبلال وانا قاعد دول وزراء كاملين القضية ما تعنيهم القضية تعني رقاجي ولا بد من يحقق معاهم اللي تعود ذي موريتان دولة مسلمة هذاك علماء موريتان ها حكم تكلموا علماء موريتان الحكم تكلموا لا تموا لا ساكتين بطريقة لا بد من تتكلموا عن واقع الناس لا بد من تعود خطبة الجمعة تقول لا تتلاعبوا بأرواحنا لا تتلاعبوا بأرواح أمناتنا ولا تتلاعبوا بأرواح أولادنا ولا تتلاعبوا بينا وتموا طالبوا الوزراء بعدل شغلتهم وتموا طالبوا الرئيس بعدل شغلته بدل من تموا طالبوا يعدل مأمورية ثالثة عرفون دين مولانا ما هو لعبة ولا شيء من تقبل أنت تحفظ شيء من الأحزاب وتحفظ شيء من الأحاديث وتشكنك على الرواية ولا تتحاسب دين مولانا باش عرفت الدين باش زاد عليك الحساب وباش زادت عليك المسؤولية وباش زادت عليك مسؤوليتك انك تدافع عن عباد الله والدين ما ينفصل والدين ما ينفصل عن حياة الناس وخطبة الجمعة وعدلت اياك تتكلم عن واقع الناس لعودوا عالمين به معناه ما منطقي ومن ما اللي ما يصح لأن عود الشعب الموريتاني تم يكتل بهذه الطريقة وعلماء موريتاني تموا ساكتين ومعارضتها ساكتين ويقول لك دقة ناقوس الخطر ما خالق ناقوس خطر فوق هذا كم من رقاش كتلوا هذا النظام بظروف الغامضة وكم من رقاش تلعبوا به وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية يا منادمة ما يواحلى فيما الصور والكش لا الصور والكش وترشي المدونين وترشي الصفحات ولا يجد حد يديرها للتقييم ولا يجد حد يسميها ما يا ركناها ما يتحدث اسمها وتم موريتان ما تسمى فيها ما تسمى لا ما تروح على الزر انا من هي انا مخيليق الله ما يسب وكيف هذا من هذا ما بينهم فرق ومواطنين عادي ومواطنين ما مزيدين للناس بشي
ما منطقي الناس لا يتموا يموتوا أولاده وتكتل بطريقة وشاكل انتم نحن محترمينكم وانت رمز لا وزت لك تي تقدي توقفي قدام اي مواطن تقول لك رمز تي رمز فاش في الفيشل في قصارة العمر العسلانة في قتيلة من هات الناس وما ينقالوا الفيافي ما يصح هذا ما يصح يا الناس هذا ما يصح ما كافينا من التلاعب أرواحنا كافينا من هذا الناس عايشة في ارتفاع الأسعار وعايشة في البطالة وعايشة في تدوير المفسدين وعايشة هي في ياسر من المعاناة الماتات قادة تعيش ما يتم مباط أولادها يكتلوا قدامها بطريقة ولين تمرق حالة في العام وتقوم الناس تتكلم عنها ويتعايط ويقول احنا ندور حد يرفعنا رئيس الجمهورية ولا ليتخل عيبة لا تطلبوا من رئيس يرفعها ولا يورطكم هذا ما يورطكم كم متواحلين مع منتهارون ووزير الزحافة اللي زحفوا عن حالته الزحاف ما مقابل سبه الارزية فمقع ما هو مقابل سبه وقلبه يوفر لها الرفع والزحاف وجدت لك النبي تقد ترقد الليلة يا أخي انت تطرح راسك على الأستاذ لا يترقد ما تخمم في مخلوق الله ما تشوف صورته يا أخي شفت صورته مشاهد معي يا أخي يا رائب استوى الناس كاملة تموت يقير وين الحر انك تشوف رقاش قدامك وجهه يقول لك انه ظلم ترى لم تشوف وجهه تقول له حق وجهه يتكلم عن الظلم انت تشوف حالته وانك وجهه في الظلم هذا رقاش ما عندي يتعرض للظلم وعندي يكتر بالطريقة يعود يتكلم عن يعود يقتل بطريقة تعود ما يفعلها عود وهلو ملي يوه عادي ترى يتموت ميتين كامل يقير ما يقد يعود وثمات إياها المادة تعود ينكتلوا أولادها وتخلى بطريقة وملي قال لها ملي عادي ومشى للصبح شفتوا هي ملي تعني الخارج فيها انت مستمر هذه الطريقه نتيجه ما لها توزيع غير ملي الناس في الشركاء علماء موريتان شركاء في المساله علماء موريتان شركاء في الخالق فيه ولا يتكلموا عن اللي يخرج للناس اضيف لي الطبقه السياسيه يقال العلماء عليهم دور كبير اشتون شي من الخلايا يقول لك العلماء ما يسمع العلماء احنا هذا انتم نسموه باللي احنا دين يعني ما تقد تفصل الدين عن واقع الناس ما تقعد الناس يعانوا شيء والدين ماشي في طريق اخرى ما تقد تعود الناس تعاني من الظلم وخطبه الجمعه تتكلم عن فلسطين مثلا ما منطقي يعني كيف ذلك تعود لا انا نقولها لكم باش أما نعرف أما نعرف خلف موريتان شنو أما يقعد نفسره أي نقعد واحد أنت تخمن فيه ماني فاهمه ما أنا كان ذي الخلق مسلمين كانوا ما مسلمين كانوا ماني فاهمهم علماء ما يتكلموا الناس ما تتكلم يعني الناس تكتر يوميا ما يتكلم حد وتوف عادي ما مهم يقير أنا لا نبقى نسوي لك كان ذم خالق الله كانوا كيفتنا إحنا والله ما كيفتنا بلي ورقاز تارك أنت تطرح راسك لا يترقد لو ساتك يعني من تارونا انت تضرح راسها لا يترقى المخلوق طلع ما تشوف فيها يعني ما تشوف ما تشوف ما تشوف ما تشوف صورتها ما تشوف اللي خلق لها والمرزوق انت ترقد ما تشوف اللي خلق لها ما تشوف ما تشوف التيشيرت خلاق اللي تميتوا تلعبوا بهم مش بهم ولا انا بالطريقه ايوه الله يلطف الله يرحمه ان شاء الله برحمته الواسعه يرحم من اللي فات ارتحم سابقها كامل بنفس الطريقه الناس كاملة ارتحمت في ظروف غامضة اللي ما لا يحقق ما حد فيها لا يتم الله ساكتين تم الله يعني تم القضية لا ما شفته يقير ما تعرف دور بعد يعقب النظام يدفع الثمن باللي الناس ما لا يتم تكتل ويكتلوا أولادها ويعدل لها ياسر من شيء تم القضية مستمرة ممكن وراكبين الوتات وعايشين في القصور وياسر مش ترتع هذه المدة تتغير ساعة نتيجتها يتم لا الشعب تحقدوا عليكم ورتعبوا تدفعوا الثمن غالي والنام انت هارون الشخصية انت هي افشل وزيرة قد جات في تاريخ موريتان حد قال لك شي مواد صفيفيا يقير منظر صفحات موريتان ما هو لا يتكلموا عنها
وذا الخلاق باللي تعطيه الفضاء معدلة مع الصفقات والعملات وحتى المدونين الموريتان هم لا يتكلموا عنك نقيرتي والله إلا فاشلة وينقلع منك الفشل تبقى ملحفتك واقفة ما معاه سبة تيفشل وزيرة في تاريخ موريتان وذا اللي مات كامل من الخلق تيشير طارق فراقبتك أنت وحد قال لك شي ما يكذب عليك وكيف كل فيشل والزحال هو فشل ملي وزير الصحة قط جاك باللي تميتوا تلعبوا بمخلوقة الله لنمشى بها مولانا بطريقة عيبان يقولوا كذا موريتان دولة إسلامية والصالح انتم ما فيكم صالح باللي مدوا يعدل في هذا ما هذا الصالح ولا في هذا في لا انك ما تعرف انا صراحة امات عندي شي قايل قايل لا حول ولا قوة الا بالله والله يلطف دي الارض انتم ماشي بطريقة ما تدروا يتحروا الشعب كاع دور مولانا يزلزل بكم من الارض انتوا ماشيين بهاي الطريقه من الظلم تقبضوا اموال الشعب الموريتاني وديروه في الصفقات وديروه في وكيل المعارضه ومعيطين من ماليين دزنا مشكلتنا ما هذا احنا كنا دوله فقيره ما عندنا سبه ما نتكلموا كاع نقول لا يغوروا فينا ولا عندنا شيء احنا فضلتنا نراعوا فيها عند زيدان وتنعطى لي ما ترى شنو وعاطين 14 مليون تذكرت لا اله الا الله 14 يوم معطيه 14 مليون معطيه النيجيري يشرب الخمر يا كان يمشي يمثل موريتانيا في اكسبو دبي وهاي مخلوقة الله رت احمد قالبهم يعدلوها رفع دولة تعطي 14 مليون لسكاكري وتسكنوا في اوتيل وتم تسقيل خمر ويا قايله انها مسلمه ياك عدل الاعلان وعقبل يمشى عنهم مش عيبكم وقالنا دوله خاليه وذاريه وكل شيء خالقنا فهمتوا معناها دولة تندار بطريقة خويسرة نوع ما هو خسارة قال موريتانيا طريقة تندار بها ما هو تقولنا ذا اللي يدير الدولة مجنون مدة تعطي 14 مليون لسكاكري من نيجيريا يتم تسجيل خمر في اكسبو دبي كمثله وهي اولادها يموتوا ما قادة تعدل لهم رافع وتقبل المعارضة وتعيط لها تعرف هي المعارضة معارضة حقيرة ولا يمقابل سبة تعيط لها وتم تسجيل فير فضل تسجيل فير فضل تسجيل فير فضل تسجيل فير فضل تسجل فير فضة إياك تزيد تكلم معهم وفي النهاية وفي النهاية وفي النهاية شيخلك تعودوا أروى مواطنة تيشير تخلاقة تموت بسبب الإهمال وهي خيرات دولتها قابلهم القزواني قسمهم على الناس وقابلتهم النائم انتهارون تقسمهم وقابلهم والمرزوق يقسمهم وكلها قابل منهم زروا يقسمهم خيرات موريتان يجوق بينهم وينعطاه اللي بقوا ينعطاله وراكب منهم زيدان فيويتات وراكبين منهم كل حد ولا لي جاي نعطاولو والمعارضة ينعطاولها وينزادوا بين نواب البرلمان والفضة تقسم لا الفضة لا دورها هكذا يقال اللي نعودوا الناس محتاجين للرافع ولا يموتوا بسبب يخلاو اللي نمشي بهم ملانبي اللي ما مهمين باللي ما مولاد وزراء ولا مولاد رئيس ولا مولاد مدير ولا مولاد معارض كبير يعني ما كان بوه جميل منصور ما يخلق لها ولا كان بوه غلام ما يخلق لها ولا كان بوه مسعود ما يخلق لها وبين هي الدولة شو هي الدولة درجة خارجين واحدين فوق كيف الرئيس والوزير والمدير خارجين مالي واحدين التحت وكل باعين القضية دوك مهمين أراو مالكم ما في مزوقة ما أحليل منت جميل منصور تمرض ما رفع حاله ولا القزواني وأحليل منت شين قالوا مسعود والله صالح والحنن والله أي حد تجي مرفوع ما في مزوقة قا وأي واحد كان منافق قديم ومرض ينقال لك رئيس الجمهورية يتكفل برفع الشخص المحترم والصحفي والله والسياسي وين عود الصمع بوك ما هو منافق وامك ما هي منافقة وبوك ما هو وزير وبوك ما هو سياسي موت ما لك مهم انت صقعنا حتى يصقعونا بك الفيسبوك تعيط لك وزير الزويقلة من طهران للشيخ سيدية وتتصور معك وتوب تصور معك وتقول لهم ورايا حلت القضية وتخلي الناس تنساها يقول سبحان الله يا مولانا يفضحهم بالذواء جزء يتموا يتلعبوا ويمشي بهم مولانا قاع يبقاهم مقعود يقير ما يحشموا وجيهاتهم من تنقرده ما ينحشموا هاي بلاد ما منتعروا ما ليت استقال انت لكان فيك الدم تستقالي انت لكان اللاذا اللي يجري فيك ما هو بيصام تستقالي اللي اقول انا ما زيت شي وكتلت ما خطيع ما انك ما زيت شي هو خالق فرق بين حديق انت كتلت تعليك روح انت حال عليك روح انت حال عليك روح او تي عليك روح استقالي توبي لمولانا وفصلينا منك عدلينا الفصالة
غير تي معينة أصلا بتوازنات قبلية، ولا أنك معينة من أجل كفاءة، ولا ما ديورا منك المصلحة، تي معينة الأسرة معينة لا تعود منها مد، وذوك مالي معينين لا أنت منهم مد، مع أن مهتان قاضينا مجموعة من القبائل ومقسمينها وكلهم داير منهم واحد منت هذا ولا هذا، وإذا كتلوكم ما هم قلعة عدوا عارفين من شخص ديالي إلى قبلت لكم موس وذبحتكم كاملين عطا لك المواطن جمري توخر لي موس ما لا يحل صحافي تقيمه ولا لا يتحظ المنصة تقيمه ودور تمية قاعدة من وزيرة يلين يوفى ذفر وتنتحس تنقلع الله يحفظنا ويحفظكم ويرحمها هي برحمته الواسعة يرحم موتانا وموت المسلمين ورانا بعد من هذا المنبر الصغير والله من الصباح مقدمين العزاء لأهلها والدها ووالديها وأهلها وأسرتها ومحبينها وشاكرين جمعيات الخيرية اللي كانت تساهم بقصتها ومعزين موريتان كاملة بيد مخلوقة الله تعز فيها موريتان كاملة وحقيقية منها بالله شهيدة ومقتولة بالغدر مقتولة بالخيانة وانكتلت بسبب التقصير وانكتلت بسبب رخيذ النظام وقلت المروة فيه وقلت الإحساس بالآخر وقلت لأنهم يحسوا بالإنسان الثاني انتو أرباب إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم شين قال لك والزحاب تمزت لا يتموت ما لحد ايوه ما لا يتقيس مولانا ترنك لا يتجي ما لحد ما ينفع فيها قانون الرموز هوك لا يتقيسوا ينجي له خالقه مخلوقة الله ينقال لامينته وقد قتلته دور ترى قدامك انها من تعرم للشيخ سيدي مالك ما تعرف انك لا يتموتي ما فيها خلاف بقى مالك لا يتموتي ولا يتقيسي مولانا ما تعرف بها ما لحق ما ينفع فيها سبه لا تموتي تي لا يتموتي يوم البعث دور تجبره قدامك مخلوقة الله ينقال لامينته وقد قتلتيها فهمتي تيو ذا من هذا وذيك الساعة ينزل مولانا وضحوا الأخبار له ما ينفع في قانون ولا فلطك الص ولا نافع في فيويتك ولا دارك ولا نافع في مكياج اللي تديري ولا المدونين اللي تكري هذا هون الدنيا هك 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 ولا يظهر في الحق وتو تقدمي صلاة فهمتي وتقدمي روالك اللي انتموا ماشيين بالطريقة دوروا انتموا تشوفوا المعاناة في أسركم ودوروا انتموا تشوفوها في أولادكم باللي مولانا يمهل ولا يهمل مولانا يمهل ولا يهمل حشا مولانا ما يهمل مولانا ما لا يهملكم يعودوا عارفين بها مولانا ما لا يهملكم يتموا تقتلوا الناس بطريقة وتموا تلعبوا برواحهم بطريقة باتي عالم مولانا يدنا تظهر فولادكم ويظهروا لكم فيهم الأمراض اللي ما تقدروا تعالجوهم ويلاقستوا بهم كل الأرض ما لا يتعالجوا باللي انتم لعبتوا برواح الناس مولانا يدور يردها فيكم يا واضح يعودوا عالمين بيه ما ينفع فيه الفضاء ولا السفر ولا الطائرات ولا القطارات ولا رفدتوا شور كل الأرض يتموا تكتلوا أولاد الناس وتلعبوا برواحهم يدوروا أولادكم يموتوا بنفس الطريقة وين جصة دور تقدموا له دور ينفع بيك على ينفعك به خيمة بوك الكبيرة قلت انتي والله مكياجك اللي تديري خاصة كان هوك لا يزيلك شيء مخلوق الله وعينيها تم تذكريهم رانك بستي لا يترايا قدامك الله يا أخوتي يقتنكم ما فيكم الدم ولا فيكم المروة ولا فيكم الإحساس بالآخر وذا دين مولانا اللي عندكم ما هو فم وما نرى يصل اللي تعدلوا ما نرى تزيلكم شنو ندى ما في قلوب ليه تيشير تعدي كتله تكتله بطريقة مولانا بعد مجي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحسب اللي شفنا منكم ما نقى قلوبكم سالمين بعد فمشي وضارتكم ذي الفانية هاي الدنيا خادعتكم شاكينكم رواية فيها وزيرة وانا من تفلان وراكبة فيويت انت موتي ما تعد فيويت دور يتواصلكم ناك يا الصحاح دور تعرفونكم كان قبل يتموا تلعبوا برواح الشعب الموريتاني هوك يدور يتواصل ولا قاديشي ولا تكونوا ملين ولا الاخرى وحدها دور يتم يظهر لكم فولادكم مو في الدنيا باللي الناس ما لا يتموا تتلعبوا توا برواحها يا وزراء موريتان ويا مديرينها ويا الخلق لا يتموا تلعبوا برواح الناس ولكن ما لا تخلق لكم والله يدنا تخلق لكم باللي مولانا يمهل ولا يهمل حشا السلام عليكم ورحمة الله الله يرحمه هي برحمته الواسعة وعزانا للشعب الموريتاني كامل والأهل هي والناس كاملة ما عدا الناها والزحاف مليارو أو ماني قاين لهم يجري فيهم الدم مما يستقالوا ويعتبروا ويخلوا يبكوا ما هم الدم ولا فيهم الدم السلام عليكم ورحمة الله.